جامعة مصر. اللي بغى الفكرة عنده غير هاد الكواكتي وحدها معايير ديال القهوة ديال الكواكب بحال الأرض. دونك ما غنتكلموش بملايين ومئات ملايين ديال الجبال اللي تلقاو فيها واحد العناصر ثلاثة اللي هما التنسيق ديال القوى والكرة اللي وصلت المعايير ديال الكواكب وديال النجوم سجود الخمار وتشكل الشمسي ديالو والمادة ديال الدورة إلى آخره. تنظيم ديال الورشة التكوينية ديال اليوم جا بتعاون مع مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ومؤسسة دار المناخ. هذا التكوين هذا جاء من أجل مد الصحفيين والصحفيات بجهة طنجة تطوان الحسيمة بالوسائل والآليات اللي هتساعدهم من أجل قيام بتغطية لمواضيع البيئة والمناخ، وهذا الشيء كيجي على بعد أيام قليلة من احتضان مدينة طنجة النشاط لمؤتمر ميد كوب اللي هو كيهتم بالبيئه والمناخ، وهذه غتكون فرصه للصحفيين باش تعرفوا على المواضيع اللي ممكن يغطيوها في المؤتمر وزاويه ديال المعالجه ديال كل موضوع اللي على حده. طبعا جهه طنجه تطوان الحسيمه مع الشركاء ديالها على خصوم دار المناخ اليوم عودت، لان الميد كوب ولا مؤتمر المتوسط للمناخ وقف في الدوره الثانيه ديالو في 2016 تقريبا، وعاود مره اخرى اننا حركنا هذا المؤتمر لعده اسباب، اهمها ان قضايا التغيرات المناخيه اليوم ولات كتاثر في كل مناحي الحياه، خصوصا انتم عشتم على الكوفيد الى اخره، التغيرات المناخيه تؤثر على الغذاء، الحاله الطوارئ او حاله الاجهاد المائي اللي وقعه، مساله الطاقه والطاقه المتجدده، مساله الامن الغذائي الى اخره. إذن أنا معكم اليوم باش نحضر لكم على مؤتمر متوسط المناخ. ديال المواضيع المرتبطة بالمناخ، يعني هذا مابقاش ماشي اختيار ديال أنا إذا بغيت نتخصص في المناخ والبيئة، لا، ماشي مزيان شنو وقع لهذا، من الواجب ديالنا والدور ديالنا على أفضل وجه ممكن. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.